قبل ما اتكلم على هذه النقط انا عايز اكد على بعض رسائل مهمة جدا. احنا عشان نصل الى القرارات اللي احنا خدناها امبارح كان في شغل كتير جدا بيتم مع كل جهات الدولة، وهنا انا بتكلم على كل الجهات اللي معنية بمتابعة الاسواق، سواء وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة. ولكن احنا كنا بنعي ان بسبب هذه الازمة وطول امدها، انا بتكلم على ازمة الدولار وازمة العملة الصعبة، ابتدت تتشكل شبكات، وانا بقول اهو شبكات معقدة من التجارة، ما يطلق عليها السوق السوداء او السوق الموازية. المنظومة الشبكات اللي اتعملت علشان تحويلات المصريين من الخارج، الناس اللي كانت بتروح للمصريين في الخارج وتاخد منهم العملة وهم هناك وتقول لهم انا هوصل لكم لاهاليكم هنا الفلوس اللي بالمصري بالسعر بتاع السوق الموازي. كل دي منظومة اتشكلت بسبب ان كان عندنا سعرين. النهاردة بالاجراءات اللي خدناها احنا مفروض يبقى عندنا سعر واحد. عشان كده تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء واللي منظومة الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج. مفيش دولة تسمح بهذا الكلام، واحنا ان شاء الله الفترة الجاية هو هدفنا يبقى عندي سوق واحدة، البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية اللي في الدولة هي اللي تكون شغالة لتدبير العملة أو للمصريين اللي لديهم عملة وعايزين يحولوها للجنيه المصري، يبقى هو دي القنوات اللي موجودة.